يلا شباب بصوا بقى، طبعا عشان تبقوا فاهمين الميد تيرم ما كانش امتحان صعب، كان امتحان سهل. والفكره زي ما احنا متفقين ان ما فيش واحد من الاثنين دكاتره ولا بينفرد بالامتحان، فانت كل تشابتر هتبقى مطالب بطريقتين من الاسئله، وده اللي حصل في امتحان الميد تيرم. دكتور مندور ليه كونسبت معين بيحل من تيست بنك معين، دي كانت نوعيه اسئله. دكتور سليمان ما بيشتغلش من تيست بنك، بيشتغل من امتحانات ومن اسئله هو اللي بيالف، دي كانت نوعيه اسئله. الاثنين دول مع بعض هما دول الامتحان، خلاص؟ فالموضوع ان انت لازم بعد ما تفهم الشرح وناخد اسئله المحاضره بتاع الدكتور مندور، لازم هتاخد سامبل كبير جدا من اسئله الامتحانات بتاع الدكتور مين؟ سليمان. ها عايز ايه؟ خلاص؟ يلا بينا اقفلوا الباب بقى. خدتوا اجازه كبيره طبعا وروقتوا اكنكم ايه؟ خدتوا اجازه صيف. بصوا بقى ركزوا، احنا بعد الميد تيرم بنجيب كلها اتنين شابتر، خلاص؟ شابتر منهم هياخد اربع حصص وشابتر باسئلته، وشابتر هياخد ثلاث حصص. شابتر اللي هو انت عندك 60 درجه في امتحان الفاينل، 35 درجه هيبقوا على ثاني شابتر بتاع البادجت، خلاص؟ والقبل الميد تيرم هنبقى نرجع كده ايه نبص عليه بص، لكن هما تو تشابترز كبار ومهمين. افتحوا بقى الورق اللي معاكم، يلا بينا فوقوا بقى كده، هاتوا لي ظهر بيج بالعرض. هنرجع لكم الكراسي اللي بستاند الحصه الجايه، معرفش احنا نقلنا ليه كده بس هنرجع لكم، بس ايه استحملوا الحصات. يلا بينا بصوا يا اولاد، اكتبوا عنوان كده chapter 12. chapter ده اسمه decision making، خلاص؟ نخش بقى في المفيد عشان ما تضيعش وقت. الشابتر ده كل فكرته ان احنا عندنا اربع، بص انا هكتب بالعربي، مشاكل. يعني عندنا أربعة situations، أربع مشكلات. من مزايا التشابتر ده إن مفيش ربط بينهم، يعني كل واحدة ليها نوع مسائل إيه؟ مختلف. إحنا هنستدعيك كراجل مانيجيريال أكاونتنت، محاسب إداري، في إنك تاخد لنا أفضل decision. يبقى أنا عندي كام نوع من المسائل في التشابتر ده؟ أربعة. احنا عاوزينك تقول لنا افضل ديسيجن في الحالات اللي احنا هنقولها لك، خلاص؟ اكتب كده، عندنا قرار اسمه دروب او ريتين سيجمنت، عندنا قرار اسمه ميك اور باي، عندنا قرار اسمه سيل أو process further، وعندنا قرار اسمه special order. كم حصة دول يا أولاد؟ ردوا عليا. أربعة. يبقى تاني عشان ما نقعدش نضيع وقت كتير، أنت عندك كم شابتر بعد الميد تيرم؟ اتنين. الشابتر الأولاني اسمه decision ايه؟ ميه. حضرتك مطلوب منك إن احنا هنعرض عليك أربع مشكلات، في كل مشكلة منهم هتعمل اناليسز رقمي وتاخد افضل ديسيجن لمين؟ للشركه. النهارده احنا جايين نقول بسم الله، اكتب عنوان اسمه ديسيجن 1. يبقى انا هتكلم النهارده في اي قرار، ركز، انا ما بديش حصص طويله زي ما انتم عارفين، عايزين ننجز. ديسيجن ايه؟ 1. بص يا سيدي. ديسيجن 1 اسمه دروب اور ريتين سيجمنت. تاني، ديسيجن 1 دروب يعني اغلاق، ريتين يعني
الابقاء على سيجمنت يعني خط ايه؟ انتاج. هديك مثال، شركة زي حلواني عندها خط انتاج عصائر وخط انتاج لانشون وخط انتاج مخبوزات. خط الانتاج ده اسمه ايه يا اولاد؟ رد عليا، سيجمنت. عندي خط انتاج بيعمل نت اوبريتنج لوس، يعني ايه؟ يعني بيخسر. هنستدعيك كمحاسب اداري، نقول لك عندنا خط انتاج بيخسر، هل نعمل له دروب؟ دروب يعني ايه؟ رد عليا، نقفله ولا نسيبه؟ طبعا بالمنطق الناس الجاهله اللي مش متعلمه واحد يقول لك ايه عندي خط انتاج بيخسر، يقول لك اقفله. مش شرط، لان احيانا لو عندي خط انتاج بيخسر وعملت اناليسس خاطئ زي ما انا حواليك دلوقتي، قفلته تزود مشاكل الشركه. فانت النهارده جاي هنعرض عليك خط انتاج بيخسر، حضرتك تقول لنا هل من الافضل فعلا ان احنا نعمل له ايه؟ ردوا عليا، دروب، نقفله، ولا نسيبه اهو بيغطي حاجه معينه، او نسيبه لان اغلاقه هيزود المشاكل بتاعت مين؟ الشركه. اقسم الصفحه ربع صغير وثلاث ارباع. ركز وهتذاكر، بص كل حصه هتذاكر بالسمري بس، يعني السمري هوب في الاسئله على طول، خلاص؟ قبل ما ابدا اشرح القرار عايزك تيجي هنا افكرك بحاجه مهمه قوي. اكتب كده عنوان، احنا قبل الميد تيرم خدنا يعني ايه تكاليف فاريبل، وخدنا يعني ايه تكاليف ايه؟ رد عليا، فيكسد. النهارده لازم تعرفوا قبل ما ناخد القرار ده ان الفيكسد كوست اللي بيصرفها المصنع ليها كلاسيفيكيشن. ايه ده؟ يعني الفيكسد كوست نوعين. معايا ولا لا؟ ركزوا، كل قرار من الاربعه هيكون ليه تحضير في الاول. احنا النهارده في انهي قرار؟ ردوا عليا، دروب اور ايه؟ ريتيرن. عشان تبدا تقتحم القرار ده وتدرسه لازم تدرس انواع الفيكسد كوست. ايه بقى انواع الفيكسد كوست؟ اكتب كده. عندنا حاجه اسمها كومن فيكسد كوست، ساعات يسموها جنرال فيكسد كوست او اللوكيتد فيكسد كوست. تاني، يبقى عندنا نوع من الفيكسد كوست اسمه ايه يا اولاد؟ ردوا عليا، كومن او جنرال او ايه؟ اللوكيتد. هديك مثال بسيط عشان تنجز. سوبر ماركت فتح الله عنده فرع في سموحه وفرع في اسكندريه وفرع في العجمي، خلاص؟ فرع في طنطا، ايا كان، عنده فروض. مرتب رئيس مجلس إدارة مجموعة فتح الله، أنا بديله 100,000 جنيه في الشهر. فيكسد دي ولا مش فيكسد؟ فيكسد، بس ركز. هل ال 100,000 جنيه اللي هو بياخدها رئيس مجلس إدارة مجموعة فتح الله، هل هي بتخدم فرع سموحة؟ ولا فرع العجمي؟ ولا فرع طنطا؟ ولا المؤسسة ككل؟ دي اسمها كومن فيكسد كوست. اسمها ايه؟ كومن، او اسمها ايه يا اولاد؟ جنرال، او اسمها ايه؟ اللوكيتد. يبقى دي اكتب تحتها كده، تخدم الشركة بالكامل. حد معترض؟ ركز بقى، بص الحتة دي. مرتب مدير فرع العجمي 5,000 جنيه في الشهر، فيكسد ولا مش فيكسد؟ فيكسد. بس هل المرتب اللي بياخده مدير الفرع ده، هل ده بيخدم فتح الله ككل ولا الفرع ده؟ عشان كده يقول لك ان في حاجة اسمها سيجمنت فيكسد كوست، او اكتب تريسابل فيكسد كوست. اسمها ايه؟ اصلها تريسابل. عارف يعني ايه؟ يعني دي تخص فرع ايه؟ بعينه. هديك مثال تاني، عاملين يافطه على الطريق الصحراوي،
مكتوب عليها فتح الله، بندفع لها 20,000 جنيه في الشهر. هل دي بتخدم فرع معين ولا كله؟ كله، يبقى دي اسمها ايه؟ كومن. انما لما اعمل يافطه فرع العجمي سهم يمين، يبقى دي بتخدم فرع ايه؟ معين. اذا بدايه الكلام ان الفيكسد كوست مصنفه عندنا كام نوع؟ اثنين. نوع اسمه ايه؟ كومن او جنرال او الوكيتد، دي بتخدم الشركه ايه؟ بالكامل. او سيجمنت او تريسابل، اكتب تخص فرع معين. معايا سنه اولى؟ هسأل سؤال قوي جدا وترد عليا. لو انا قررت اقفل، احنا قلنا اقفل يعني كلمه اسمها ايه؟ دروب، فرع العجمي، هل مرتب رئيس مجلس اداره فتح الله ككل هيحصل له حاجه؟ ليه؟ لان ده ايه؟ بص انا عايز منك كلمه واحده، لان ده ايه؟ كومن. لان ده ايه تاني؟ رد عليا كومن. طب معلش، طب لو انا قفلت فرع العجمي، مرتب مدير فرع العجمي هل هفضل ادفعه ولا همشيه؟ افهم بقى الفكره الحاكمه للقرار ده، انك لو قفلت خط انتاج مش كل التكاليف الفيكسد بتوفرها. لانك لو قفلت خط انتاج، شايف دول ايه؟ اسمهم unavoidable. معايا ولا لا؟ ركزوا، كلام خطير. اسمهم ايه يا حبايبي؟ ان ايه؟ افويدابل. قول يعني ايه ان افويدابل؟ اكتب تحتها بالعربي، مش هيتوفروا لو قفلت فرع. عارف يعني ايه؟ يعني ايه افويد؟ رد عليا، افويد يعني ايه؟ اتجنب. لا دول اللي بيقول لك دول ان افويدابل. قول يعني ايه؟ يعني انت قفلت خط الانتاج، سبت خط الانتاج، الفلوس اللي بتدفعها ليافطه فتح الله ولا عن طريق الصحراوي هتدفعها. مرتب رئيس مجلس اداره مجموعه فتح الله هتدفعها. ليه؟ لان التكاليف ايه؟ رد عليا كومن او جنرال او ايه؟ الوكيت. انجز بقى، انا قفلت فرع العجمي، مرتب رئيس فرع العجمي هيحصل له ايه؟ هيتشال. يعني ايه هيتشال؟ يعني هوفره. اكتب، هيبقى اسمه ايه؟ افويد. الكلام ده انا بتكلم بدي المقدمه دي، بصنف الفيكسد كوست ليه؟ عشان انا داخل في انهي قرار الاول. كل قرار هيكون ليه ايه؟ تحضير. تعالى بقى نخش في المفيد. حضرتك عندك فرع من الفروع، قسم من الاقسام بيخسر. استدعوك كمحاسب اداري، قالوا لك تعالى اجرى ولاد، نعمل له ايه؟ دروب. يعني ايه دروب؟ نقفله ولا ايه؟ نسيه. عشان ما تتلخبطش، عشان الشابتر ده بالذات، بص احنا بنديه للطلبة في رابعة دلوقتي بيصوتوا منه. افهم اللي انا هقول لك عليه. اول ما تخش اللجنة تلاقي المسألة بتتكلم على دروب اور ايه؟ ريتيرن. اكتب كده، لو قفلته، عايزك في الامتحان تحل كده. معلش سؤال، يعني انا بعمل الاناليسيس بتاعي لو سبته ولا لو قفلته؟ تاني، يبقى احنا بنعمل ايه؟ differential analysis if dropping the line. احنا هندرس لو عملنا له ايه؟ رد عليا اغلاق. تاني، يبقى انا هقول ايه؟ لو ها قفلته. ايه؟ قارن. ركز بقى، اللي انا هعمله هنا ده هحل بيه مسائل الحصه كلها وتمشي. خلاص؟ ركز. يبقى انا لو دخلت الامتحان لقيت المساله بتاعت دروبور ايه؟ ريتيل، هقول له طيب انا بدرس لو، مش لو سبته، لو ايه؟ قفلته. ايه؟ هخسر ايه؟ ايه ده؟ هو انا لو قفلت خط انتاج بيخسر؟ ايوه. بص الموضوع مش ان هو بيخسر، احنا عارفين ان هو بيخسر، بس احنا عايزين دلوقتي نقول لك تعالى احنا لو قفلنا خط الانتاج ده ايه اللي يضيع؟ بص انا كاتب ايه؟ هخسر ايه؟ ايه؟ اكتب لي كده. يعني من الاخر ايه الحاجات الوحشه اللي هتحصل؟ بالمناسبه حبايبي، الحاجات الوحشه هنديها اشاره بالايه؟ بالماينس.
حد معترض؟ بص بقى الشياكه. هتقارن لو لا تاني بص بص كل شويه افضل اقول لو ايه؟ قفل هعمل ايه؟ هخسر ايه؟ قصاد ايه؟ هوفر كام؟ ركز ما انت بتقفله ليه؟ عشان توفر تكاليف فانت بتحط قصاد مديرك معيارين باشا احنا لو قفلنا الخط ايه يبيع وايه يتوفر؟ هوفر كام؟ التوفير ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلو. هنديله اشاره بالايه؟ بالبلس. معايا ولا لا؟ اوعى ايه بص انا في الشابتر ده مش بحفظك بس بامنك. اسمع اللي بقولك عليه تخش الامتحان تلاقي مساله دروبر ايه؟ ريتيرن. قول له لو ايه؟ قفلت واعمل سهمين. جاهزين؟ يلا بينا. فرع العجمي هقفله. اول سؤال هساله لو انا قفلت الفرع هل هيبقى فيه سيلز مبيعات؟ يبقى السيلز طارد. ركز بقى. اوتوماتيك يا اولاد لما السيلز تطير ركز في الرصه دي ما تكتبش يعني انا قفلت خط انتاج ما بقاش فيه ايه؟ مبيعات. اوتوماتيك ما بقاش فيه فاريبل كوست. هي ايه هي الفاريبل كوست؟ رد عليا. دي ام دي ال في او اتش في نون. ايوه ثانيه واحده. ما هو طالما مفيش مبيعات يبقى مفيش خامة، مفيش عمالة، مفيش كهرباء، مفيش سيلينج اكسبنس. طب ابسطها لك. اقفل فرع او وقف انتاج منتج او اعمل دروب. السيلز تضيع. تاخد معاها مين؟ فاريبل كوست. انا اجيب لك من الاخر. يعني انت ضيعت مين؟ حد فاكر مين ده؟ سي ام. مين هو السي ام؟ كونتريبيوشن مارجن. اسمع يا سيدي. اي خط انتاج معايا رجاله ولا لا؟ او اي فرع بتقفله اول قفله ضيعت لك السي ام. مين هو السي ام؟ كونتريبيوشن مارجن. هقول لك ازاي بس بالله عليك ركز. انا كنت ببيع ب 100 خلاص؟ معايا ولا لا؟ اوعي تنامي. فاريبل كوست مثلا 60 يبقى انا معايا الكونتريبيوشن مارجن كام؟ 40. هطلب منك طلب. حد فاكر كنت قايل لكم الكونتريبيوشن مارجن ده اسمه هامش الايه؟ المساهمه. كنت بتعمل بيه ايه؟ شايف ال 40 دي؟ بتغطي بيها فيكسد ايه؟ كوست ويتبقى لك ايه؟ انكم. حد معترض؟ افهم الحته اللي جايه. افترض ان الفيكسد كوست 50,000. انت معاك سي ام كام؟ 40. فيكسد كوست كام؟ 50. يبقى انت كده فعلا خط الانتاج بيخسر كام؟ 10. حتى عطلان؟ معايا ولا لا؟ ركز في اللي جاي. اقفل خط الانتاج. اسمع بقى. مفيش ايه؟ سيلز. يبقى مفيش فاريبل ايه؟ كوست. يبقى مفيش كونتريبيوشن ايه؟ مارجن. يعني انت اول ضربه ضربتها لما قفلت خط الانتاج شايف كلمة هخسر ايه؟ لوست سي ام. معايا ولا لا؟ يبقى انت اغلاقك للخط اول حاجة بتخسرها بتخسر مين؟ سي ام. يبقى انا ما بقاش معايا كونتريبيوشن ايه؟ مارجن. ممكن اسألك سؤال؟ انت قفلتي خط الانتاج ليه؟ والله يا باشا انا ضحيت بال 40 عشان اكيد ان شاء الله. بص انا بقول لنفسي يا رب اوفر بقى. اوفر من مين؟ شايف دول؟ مين دول؟ رد عليا. اللي هم الفيكسد كوست. ايوه بس انت دلوقتي عندك مشكله ان الفيكسد كوست فيها جزء منه كومن وجزء ايه؟ تريس. قول لي يعني ايه جزء كومن وجزء تريس؟ يعني انت لو قفلت خط الانتاج في جزء من التكاليف الثابته هتوفره انما في جزء ماله رد عليا مش هيتوفر. طب انا عشان ما ادخلكش في متاهه بصوا لي كده شويه. لو قفلت خط الانتاج اول حاجه انت خسرت مين؟ السي ام. في مشكله؟ تعالى بقى نشوف هنوفر ايه. انت اللي هتقول. شايف هوفر كام؟ اكتب. هوفر التريسابل fixed cost only.
حد فاهم يعني ايه لسه قايل لك اللفظ سميته لك ايه؟ رد عليا افويد. معايا ولا لا؟ معايا؟ ركز بقى عشان الحته دي خطيره. طب انا هطلب منك طلب، قول لي اقفل خط الانتاج اللي انا لسه كنت بشرح لك عليه، ما تكتبش. ضيعت سي ام بكام؟ ب 40. معايا ولا لا؟ لو فهمت الحته دي الموضوع خلص. ضيعت سي ام بكام؟ ب 40. افرض ان اللي انت وفرته 25. افهم انا قايل لو ايه؟ انا بعمل اناليسيس لو ايه؟ قفلته. عارف ايه اللي هيحصل؟ انت لو قفلته تضيع كام؟ 40. عشان توفر كام؟ رد عليا، اضيع 40 عشان اوفر كام؟ 25. الشركه تخسر 15. تاني ده لو عملت ايه؟ قفلت. قول لي ازاي؟ تعالى افهمها لك بالراحه. مش انا كان عندي سي ام ب 40 يا ولاد؟ انتوا معايا ولا لا؟ حضرتك لو ضيعت ال 40 كل اللي انت هتوفره هتوفر كام من الفيكسد كوست؟ 25. فيقول لك يا ابني لا، سيب خط الانتاج يجيب الكام؟ تاني يجيب الكام؟ ال 40. هيبقى غطى مين؟ 25. وكمان كام؟ 15. يغطوا شويه من مين؟ من الكومة. خط بص، خط الانتاج في القوائم الماليه هو في الاخر بيعمل ايه؟ لص. لكن الحكايه مش ان هو بيعمل لص تقفله، لان احيانا انت تعمل اغلاق لخط يزود خساره الشركه اكتر، زي الحاله دي. انا ضيع كام؟ 40. معايا ولا لا يا ولاد؟ اوفر كام؟ 25. اقول لك لا طبعا، ده انت كده تبقى مجنون لو قفلته. ليه؟ سيبه يجيب السي ام اللي هو كام؟ ال 40. هيغطي ال 25 وهيبقى معاك كمان كام؟ 15. هتغطي بيهم حاجه ثانيه. فاهمين انا بفكر ازاي؟ طب تاني بص لي بقى شويه. لو قفلت خط الانتاج تخسر مين؟ سي ام. بص الحته دي مثلا خسرت كام؟ 40. وفرت 50. اسمع منكم، اقفله ولا اسيبه؟ اقفله. انا مش عايز اللخبطه دي. تاني اقفله ولا اسيبه؟ اقفله. اقفله عشان قول لي ليه؟ بص بقى دايما هتبدا في الوقت تتلخبط. انا الدراسه دي بعملها لو ايه؟ اسمع، لو ايه؟ قفلت. انا لو قفلته هخسر 40. هخسر كام؟ 40. يبقى الوحش كام؟ 40. بس هوفر 50. اقفله. عارف ليه؟ لانك لو قفلته هينعكس على الشركه بمكسب كام؟ 10. معايا ولا لا؟ افهم الكونسبت من غير حفظ. الفكره ان انت لما بتقفل خط الانتاج السي ام ده هو بيغطي التكاليف فيكسد. الناس فاهمه غلط، فاهمه ان هي لما تقفل خط الانتاج كل التكاليف الفيكسد هتتوفر. لا، الفيكسد كام نوع؟ ردوا عليا اثنين. انت اللي انت هتوفره انهي فيكسد؟ انترست. انما في تكاليف كده كده قفلت خط الانتاج سبت خط الانتاج هي اعلى. فاحنا عشان نخلص الموضوع مش حاجه بخسر اروح اقفلها اقول له استنى بس تعالى. أنا بعمل الأناليسيس، بص أنا بكرر تاني، لو إيه؟ لو قفلت. كده كده الخسارة مين؟ السي إم. جت منين؟ نو سيلز، نو فاريبل كوست، يبقى نو كونتريبيوشن إيه؟ مارجن. اللعبة كلها هتضيع سي إم كام؟ وهتوفر إيه من مين؟ من الفيكس. طول ما اللي أنت بتوفره الحلو هو اللي إيه؟ كبير؟ اقفل خط الانتاج. اما لو لقيت الوحش هو اللي كبير قول له لا سيبه. ليه؟ هات الكونتريبيوشن مارجن يغطي مين؟ الفيكسد اللي انت كنت عايز تتجنبه، هيتبقى كمان شويه يغطوا حاجات منين؟ من الكومن. فهمتوا اللي انا بقوله ولا لا؟ نخش في المفيد، افتحوا الورقه. نسمي الله كده صفحه 2.
بص امشي دايما كده، لو ايه جنب وحش وجنب ايه حلو، لو الحلو هو الاكبر اعمل ايه؟ اقفله، لان انت بتعمل دراسه لو ايه قفلها. طب لو الوحش هو الاكبر ما تقفلهوش، اعمله ايه؟ سي. نخش نشوف الاسئله. اكسرسايز 1، همسح، ركز بقى، انا هحل الحصه كلها على دي. اقرا كده اول سؤال. ABC Companies Digital Watch Line، خط انتاج ساعات، has not reported a profit for several years. عارف يعني ايه؟ بيقول لك عندنا خط انتاج بيعمل ساعات ديجيتال ما بجيبش ربح بقاله ايه؟ سنين. ABC is considering dropping this product ايه؟ line. يعني dropping؟ يبقى انا بعمل الدراسه لو ايه؟ قفلت. الله يكرمكم. The following is the digital watch line income statement. بص لي كده عليها. بادئ بمين؟ سيلز. طارح مين؟ variable cost. جايب مين يا ولاد؟ contribution margin. بص ايدي. انا اوتوماتيك في اللجنه. لو ايه؟ لو قفل. اخسر كام؟ 300. 300. لو مين رد عليا؟ السي ام. ده الجنب الحلو ولا الوحش؟ وحش. لان السي ام ده فلوس داخلالي، صح ولا غلط؟ معايا؟ كمل. بعد كده طارح مين؟ فيكسد كوست. عايزك بقى تبقى ذكي، امسك قلمك كده. الفيكسد كوست هو مديك بنود ياما، صح؟ قول لي اعرف منين الفرق بين الكومن ومين؟ تريسن. الكومن هيبقى بتاع المنتج ده ولا بتاع المصنع كله؟ المصنع كله. امال التريسابل هيبقى بتاع مين؟ المنتج. مين اللي انت هتوفره؟ اللي هيتوفر هو مين؟ التريسابل اللي هو بتاع مين؟ المنتج ده. يلا بينا نسمي الله. اول حاجه جنرال فاكتوري اوفر هيد، هل ده هيتوفر؟ اكتب جنبيه كومن. طب ممكن اسالك سؤال؟ طالما هو مش هيتوفر هل هكتبه هنا؟ لا، انا عايز هنا الحاجات اللي هي يا ولاد رد عليها اللي هتتوفر. يبقى كاني مش شايفه. اللي بعده برودكت مانجر سالري، اكتب تريسر. ليه؟ لان ده مدير الخط. يبقى كده اول حاجه حلوه بكام؟ ساي. وفرناها. حد معترض؟ يلا برودكت ادفرتايزنج، ده عايز ده، برافو. برودكت ادفرتايز كام هيتوفر؟ 100. برافو عليك. اللي بعده الحته دي فيري امبورتنت، اقرا. ديبريشيشن اوف اكويبمنت، اكتب جنبها. اي ديبريشيشن ان افويدبل. قول لي يعني ايه؟ قولوا لي يا ولاد في حاجه اسمها توفر اهلاك؟ طبعا لا. الاهلاك ده كده كده هينزل في الدفاتر، سواء انت اشتغلت او ايه ما اشتغلتش، وقفت ما وقفتش. يبقى انا بديك معلومه اهو، اي ديبريشيشن اجنور. معايا ولا لا؟ حتى لو قال لك برودكت لاين ديبريشيشن، اي ديبريشيشن ايه؟ اجنور. ليه؟ لا بص، الديبريشيشن ده انت اوريدي شاري المكنه، كده كده الديبريشيشن دي مش حاجه بتتوفر، دي اتدفعت اصلا صنج، هي كل شهر بتنزل بس فين؟ في الدفاتر. فانت مشغل الخط، موقف الخط، ايا كان الاهلاك انا فوت. يبقى انا هعمله انا في الحاجات اللي في عايز ما اوفر اهلاك؟ لا. كمل. انشورنس، تامين على الانفنتوري. مين يركز؟ قول لي هو انا لما موقف خط انتاج هل هنتج البضاعه دي؟ هل هيبقى في انفنتوري؟ هل هامن عليها؟ يبقى اكتب عليها تريسابل برضه. هو مش الانشورنس مدفوع؟ نو. اسمعني، الانشورنس حتى لو انت دافعه، انما انت خلاص اوريدي ما بقاش فيه حاجه هتدفعها عليه تاني. يعني هو هنا مش بيتكلم على حاجه انت اوريدي دافعها، الديبريشيشن انت دافعه، لكن هو هنا بيتكلم على ايه؟ ان انا اي بضاعه بعد كده مش هتبقى موجوده، فمش محتاج امن ايه؟ عليه. انما اللي اوريدي مدفوع وعمرك ما هتسترده الالات اللي انت شاريها زي الديبريشيشن. انما الانشورنس انت ممكن تتعاقد على بوليس التامين وتدفعها كل شهر. معايا ولا لا؟ فدي انت عمرك ما هتدفعها لانها تخص مين؟ انفنتوري بتاع منتج. معايا ولا لا؟ اقرا كده. انشورنس اون انفنتوري كام يا جماعه؟ 70. 70.
اكتب جنبها بالعربي، مش هدفعها لان مفيش مخزون. مش هدفعها لان مفيش ايه؟ مخزون. اللي وراها General Administrative ومصاريف الإدارية دي ايه؟ Common. تعال بقى نكمل قراية. Investigation بيقول لك عملنا تحقيقات وضحت ان Total Fixed General Factory Overhead و General Administrative Expense would not be affected. ايوه ما احنا عارفين. يعني ايه would not be affected يا جماعة؟ يعني هم عيبتوا فيهم Common، مش هيحصل لهم حاجة. If the digital watch line is dropped. خلاص؟ The fixed general factory overhead with general administrative expense assigned to this product would be reallocated. عارف يعني ايه؟ يعني بيقول لك هيروح على منتجات ايه؟ تانية، يبقى عمرهم ما هيتوفروا، خلاص؟ The equipment used to manufacture digital watches has no resale value or alternate use. هقول لكم على حاجة ممكن تبقى قصة في الامتحان. هو المكان اللي انا كنت شاريه اصلا عشان اعمل بيه الخط الانتاج بتاع الساعات ده، مش انا قلت لكم ان كده كده الديجيتال والديبريشيشن كده كده انا خلاص دفعت قيمه الايه؟ المكان. هل الاهلاك كل شهر هوفره ورد عليا؟ لا، فقلنا ان هو ايه؟ اجنوب. افرض في الامتحان انا بفكر معاك، قال لك ان المكان اللي كنا بننتج بيه هنبيعه ب 20,000 جنيه. معلش تاني، ايوه هبيعه بكام؟ يعني هيخش لي منه كام؟ 20. احطها في الجنب الوحش ولا الحلو؟ صح، يبقى تاني اعمل ايه؟ زود كده بالعربي، اكتب. لو بعت المكن، عارف يعني ايه بعت المكن؟ يعني بقى ليه ريسيل ايه؟ فاهم؟ اكتب. لو بعت المكن الفلوس هتبقى في الجنب الحلو. خلاص؟ فهمتوا اللعبة؟ معايا؟ اوعى قدام. يلا بينا. كم؟ Should ABC retain أو drop الديجيتال ووتش سيجمنت؟ ها نقفله ولا نسيبه؟ يلا بينا. لو ايه؟ قفلت اخسر كام؟ 300. اوفر ايه؟ 90. يا نهار ابيض، اوفر 260 بس. ركز قبل ما تجاوبني، اقفله ولا اسيبه؟ اسيبه ليه؟ لان لو قفلته هضيع كام؟ 300. اوفر كام؟ 260. يعني لو قفلته اخسر الشركه كام؟ 40. لو ايه؟ قفلته. اقرا بقى القرار تحت. If digital watch segment is dropped لو قفلناه net income الشركة يقل بكام؟ ب 40,000. therefore تغيير الخسارة اللي بيخسرها. طبعا مالناش دعوة، احنا هنا ما بندرسش الخسارة اللي بيخسرها. احنا بنقول خسارة هتزيد أكتر ب 40. خلاص؟ ها. therefore retain الـ إيه؟ رد عليا digital watch segment. تعرف ده معناه إيه؟ يا سألت سؤال حلو قوي. شايفين فوق هنا؟ هو خط الانتاج كان بيخسر كام؟ 100. يعني اكن الشركه بتخسر كام؟ 100. تعرف انت لو قفلته الخساره تبقى 140. معايا ولا لا؟ تاني، لو قفلته الخساره بتبقى شويه بس، الخساره ايه؟ 90. فاحنا ما بندرسش من خط انتاج واحد، احنا عايزين الاثر على الشركه ايه؟ ككل. في مشكله في الكلام ده؟ طب اقلبوا الصفحه. بص لي كده على اكزامبل 2. يلا بينا. عايزك دايما تخلي بالك من الاديشنال انفورميشن. ها يلا بينا. بسم الله، اقرا كده. امكس كوربريشن هاز 3 برودكتس A و B و مين و C. ذا فولوينج از ذا انكم ستيتمنت. خلي بالك ما تتحولش. ها هو بادئ بمين؟ بالتوتال. احنا متعودين ان التوتال بيبقى فين؟ في الاخر. يا عم هو حط A و B و C قبل ما اقرا. دول ثلاث خطوط انتاج. معايا ولاد ولا لا؟ مين فيهم لفت انتباهك عايزين يقفلوه؟ ايه ولا بي ولا سي؟ بي. ليه؟ هو اللي خسران. يعني الناس دي لو هتفكر تقفل، تقفل مين؟ بي. يلا بينا نقرا.
management is concerned about continued losses shown by me. الآن من خسارة مين؟ بي. And want a recommendation توصية as to whether or not the line should be a discontinued. أقفله ولا أسيبه؟ في مشكلة؟ Should the production line and the sale of be discontinued or let your computation. معلش أنا طلب منكم حاجة. أنا أوتوماتيك. أعمل إيه في الامتحان؟ أكتب إيه؟ لا أنا عايزك ما تشغل دماغك لو إيه؟ أفعل. قول لي. بص على بي. تخسر كام؟ برافو عليك. يبقى هخسر كام؟ 180 ده الوحش صح؟ تعال نشوف بقى هنوفر ايه؟ انزل على الفيكسد كوست جاهزين؟ تصنفهم لي لو سمحت سي ولا ايه؟ تي يلا اول واحد برودكت مانجر سالري مرتب مدير الانتاج تي يبقى انا هوفر كام؟ 50,000 شايفهم ولا لا؟ اللي هم بتوع مين؟ انا عيني على مين يا جماعه؟ بي rent بيقول لك ايجار allocated كوما طبعا قول لي ايه؟ اكني مأجر مبنى للشركه ككل عارف يعني ايه allocated؟ يعني هي تعتبر منين؟ رد عليا كوما يبقى انا هوفرها ولا لا؟ لا يبقى هي ايه؟ كوما معايا لا طب ممكن ادرس عليك شويه لو كنت مأجر rent مخزن للبرودكت ده ساعتها كان هيبقى ايه؟ تريسر خلي بالك انت عايز الحاجات اللي انت ايه؟ هتوفرها انت هتوفر حاجات كومن ولا تريسابل؟ تريسابل لازم تبقى ذكي جدا في الاختيار معايا اللي بعده برودكت ادفرتايزنج تي ليه يا جماعه؟ لانها مش جنرال تخص المنتج ده يبقى هوفر كمان كام؟ 50 انشورنس على البضاعه برضه هوفر بكام يا جماعه؟ 25 انتوا معايا ولا لا؟ جنرال ادفرتايزنج هل هتتوفر؟ جنرال ادمنستريتف هل هتتوفر؟ المساله خلصت قولوا لي 50 25 لو لا انا دايما احب كده لو ايه؟ قفلت اخسر كام؟ 180 اوفر 125 اسال وقبل ما تستعجل اقفله ولا سيبه؟ سيبه ليه؟ لانك لو قفلته الوحش كام؟ 180 الحلو كام؟ 125 انت عارف انت لو قفلته تخسر الشركه كمان كام؟ 55 يبقى الافضل ان انا اقفله ولا اسيبه؟ سيبه معايا؟ فاهمين اللوجيك ولا لا؟ كل قرار في الشابتر ده هنعمل له رسمة زي دي تحل بيها. فمين انا بتكلم فيها ولا لا؟ يعني هما كام قرار؟ أربعة، كل واحد هديك ليه رسمة. خش الامتحان، القرار ده تقوم جاية لاطعها، وإلا هتتلخبط كلهم هتدخلوا في بعض. اتفقنا؟ معلش، قبل بقى إيه؟ مقلب الصفحة. ممكن أسألكوا سؤال؟ خلاص ركزوا. شركة ها؟ واقف في حاجة؟ معايا ولا بصوا بقى شركه بتصنع شامبو وبلسم قفلت خط انتاج البلسم ساعات في عملاء كانوا بيجيبوا الاثنين مع بعض يقول لك طب انت طالما قفلت البلسم انا مش عايز كمان ايه شامبو اسمعني بقى يعني انت عايز تقول لي ان وارد اغلاق خط انتاج يأثر على خط إنتاج إيه؟ تاني، طب ممكن نجيب من الآخر. طب افرض أنا قفلت خط إنتاج بس خدت الآلات اللي فيه والعمال اللي فيه شغلتهم في خط إنتاج تاني عليت مبيعاته. يبقى وارد إغلاق الخط يضر خط جنبه أو إيه؟ رد عليا يفيد. طب نجيب من الآخر. لو أنا في المسألة قلت لك إن إغلاق الخط ضر خط تاني، الضرر هيتحط في الجنب الوحش ولا الحلو؟ وحش. طب لو افاد جنب تاني في الحلو. فمين انا بتكلم فيه ولا لا؟ انت عايز دلوقتي تقول لي ان ممكن اغلق خط ياثر على مبيعات خط ايه؟ تاني. طب تعالى نجرب، هقلب الصفحه. اكسرسايز 3
بيقول لك assume نفس الاكسرسايز اللي هو كان 2، لكن بيقول لك لو بي دروب، لو قفلنا مين بي، مبيعات سي، مبيعات مين سي هتزيد بكام؟ ب20% تاني. لو قفلناه المبيعات هتزيد بكام؟ ب20%. should be dropped. بص بقى، شايف السوليوشن المكتوب عندك ده بتاع الدكتور؟ تشطبه عشان مش عايزك تطلعه. اعمل كده، اكتب الحته دي لو ايه قفلته. حط لي الوضع ده زي ما هو كده، اللي هو ايه؟ lost cm بتاع b والتريسابل اللي هوفره. معايا ولا لا؟ جاهزين؟ هفهمكم بس انا ليه عايز اثبت لك طريقه حل بتاع الدكتور سليمان افضل، هما الاثنين هيوصلوك بس افهمني. هو قال لك هيزود مبيعات سي بكام في المية؟ جماعه ردوا عليا والنبي، هيزود مبيعات سي بكام؟ 20. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه. حلوه. يعني المفروض تتكتب في انهي كفه في الحال؟ افهم بقى. ارجع صفحه ورا هات لي سي. شايفه؟ شايفين سي؟ هو مبيعاته لما تزيد ب 20%، هسألكوا سؤال. الفاريبل كوست يحصل لها ايه؟ تزيد ب 20%؟ لان الفاريبل كوست التوتال بتتحرك مع تغير الايه؟ سيل. طب انا عشان ما اضيعلكش وقتك، معنى ان المبيعات زادت ب 20%؟ يعني الفاريبل كوست تزيد ب 20%؟ يعني اكن مين اللي زاد ب 20%؟ السي ام. اجيب لك في الاخر. الماده دي المانجيريال العصب بتاعها روح هو مين؟ السي ام. مبيعات زادت معناها ان الفاريبل كوست زادت، معناها ان مين اللي يزيد؟ السي ام. مبيعات قلت معناها ان الفاريبل كوست قلت، معناها ان مين اللي يقل؟ السي ام. فانا هجيب لك في الاخر. بص كده على سي. السي ام بتاعه بكام؟ 290,000. 20% منه يعني 58,000. تاني جم منين ال 58,000؟ معايا ولا لا؟ جم منين؟ يا اولاد ردوا عليا. 20% زياده في مبيعات سي، يعني 20% زياده في فاريبل كوست سي، يعني اكنهم اللي استفاد 20% من مين؟ من الكونتريبيوشن مارجن. كونتريبيوشن مارجن سي بكام؟ ردوا عليا ب 290. 20% منه يعني كام؟ 58,000. قول لي بقى، هحطها في الحلو ولا الوحش؟ ليه؟ لان دي ايه؟ زياده. طب افرضه كان ناقص، كنت هحطها فين؟ في الوحش. في عندنا الاثنين دكاتره يعني بيحلوا بطريقتين مختلفين بس اثنين حاجه واحده. دكتور مندور يجي يقول لك ايه؟ شايف ده؟ حط دي كده. فاهم يعني مش فاهم؟ يعني هو دلوقتي اكنه زود سي ام مين؟ سي. يعني اكنه قلله من عند مين؟ رد عليا بي. وما تحطوش هنا اصلا. فاهم الفكره ولا لا؟ تاني يعني انت دلوقتي عايز حاجه بالبوزيتيف بكام؟ رد عليا 58. لكن هي الصح بقى انها تبقى في انهي جنب؟ رد عليا في زيادة السي ام سي. قول لي بقى، لو قفلته، اسمع، لو ايه قفلته اخسر 180 واوفر 183. ها ردوا عليا. اقفله. برافو. ليه؟ لان لو قفلته شركتي ربحها هيزيد بكام؟ 3000. فهمتوا اللعبة؟ اي حاجة حلوة ارميها فين؟ في الحلو. اي حاجة وحشة ارميها فين؟ في الوحش. وعينك على التريسابل ومين؟ والكومن. حد عطلان؟ خش في الاكسرسايزز. يلا بينا. يلا بينا بقى. ايه؟ مش هياخد وقت. بسم الله. يلا بينا. عندي خمس اسئلة ام سي كيو. حلو كده؟ السؤال الاول،
Alex Hotel has three departments. الأول بس في كيس وبعد كده خمسة MCQ. Alex Hotel has three departments. إدارة اسمها rooms ورسترا وديسكو. The following is the income statement. ممكن أسألكوا سؤال؟ أنا عايزكوا بنتوا اللي تشاركوا. عايزين يقفلوا مين؟ المطعم. صح؟ اللي هو مين؟ ريستوران. بيقول لك if you know that if restaurant is dropped rooms revenue ركز قسم مين؟ الرومز مبيعاته هتقل بكام؟ ب 20%. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. الله ينور. تعالى بقى نعمل اناليسيس. يلا بينا. قولوا لي يا اولاد مبدئيا خساره سي ام المطعم 120. ده وحش صح؟ وخسارة 20% من سي ام الرومز هتتكتب مع الحلو ولا الوحش؟ وحش. اللي هو كام؟ لا انا عايز اسمع هو الرومز بكام؟ 1,300,000. 20% منها يعني 260,000. معايا ولا لا؟ تاني 20% يعني كام؟ 160,000. يبقى الوحش عندي في المسألة بكام؟ 380. ده لو ايه؟ اسمع لو ايه؟ قفلت. حد عطلان؟ معايا؟ جت منين؟ جت منين؟ 20% من القسم الرومز من السي ام بتاعه. وكده كده السي ام بتاع الريستورا كله ايه؟ ضاع. صعبه؟ خش لي بقى في اللي هيتوفر. بص لي على عمود الريستورا. ديبارتمنت مانجر سالري مرتب مدير القسم هيتوفر. ليه؟ ديبارتمنت يعني ايه يا جماعه؟ ردوا عليا. برودكت بكام يا جماعه؟ 70. رنت مجمع؟ لا. ديبارتمنت ادفرتايزنج هتتوفر. تي برافو. جنرال ادفرتايزنج سي. جنرال ادمنستريتف سي. كل اللي هيتوفر. يا نهار اسود دي مصيبه لو اتقفل. قول لي ها هو ليه الجنرال ليه مش ثابتين؟ يعني ايه ليه مش ثابتين؟ مش المفروض ان هو جنرال يعني مثلا ادفرتايزنج يبقى الرقم مثلا 30 يبقى في كل الديبارتمنتس. لا هو التوتال بتاع الشركه كله شايفاه كام؟ 90. شايفه التوتال الشركه كله كام؟ جنرال 90. هما بيقسموه على الاقسام على حسب كل قسم بيستفيد قد ايه. لكن على بعض كده كده هو التوتال كام؟ 90. انت عايزه تقولي ان هو لازم يبقى لكل الاقسام رقم ثابت؟ لا مش شرط. انا ممكن اعمل اعلان في التلفزيون لمصنع عربيات بينتج 10 انواع ونوع منهم ياخد نص الاعلان، فعشان كده انا احط له نسبه عاليه منين؟ من قيمته. مش لازم انه يبقى نفس الرقم في كل الاقسام ولا يبقى هو المفروض يبقى ثابت كل شهر. يعني كل شهر 30 30 30 كل شهر 20، لكن كل الاقسام مش شرط. خلاص؟ يلا قولوا لي يا اولاد انا لو قفلت اخسر كام؟ اوفر كام؟ انت عارف انت لو قفلت تخسر الشركه كام؟ 270. ده لو ايه؟ اقفله ولا سيب؟ سيب. اعتقد لعبه هبله صح؟ السؤال اللي وراه choose the correct answer. خلاص بقى انت اللي هتساعدني في اللي جاي. يلا بينا. الراجل مديك ABC Corporation عندها 2 ديفيجن ووضعهم كالاتي. كايرو ايه يا ولاد؟ اليكس. سيلز فاريبل كوست جايب كونتريبيوشن ايه؟ مارجن. بص البساطه بقى ده سؤال قبل قوي ليه؟ حاطط التريسابل وحاطط مين؟ الكومن. يعني مش مديهم بنود، ده هو مقسمهم تريسابل وايه؟ كومن. احذر من الاديشنال انفورميشن. ايرور. قبل ما اكمل قرايه تفتكروا عايزين يقفلوا مين؟ اليكس. صح يا ولاد ولا لا؟ يلا. Since Alex Division also sustained an operating loss، بيقول لك عمال يجيب خساره. ABC President is considering the elimination، عايز يقفلوا. Alex Division traceable fixed cost could be avoided if the division eliminated، نقول له من غير ما تقول. وانا لو قفلته هوفر مين؟ تريسابل. If Alex Division had been eliminated at the beginning of last year,
ABC operating income هيحصل له ايه؟ يعني بقول لك لو ايه قفلته. يلا اولاد اخسر ايه؟ اللي هو كام؟ 100. اوفر كام؟ 70. لو قفلته الشركة تخسر كام؟ 30. حد فاهم اللي عملته؟ سؤال هبلاوي معايا ولا لا؟ لو قفلته اخسر مين؟ سي ام ب 100. اوفر التريسبل فيكسد كوست اللي هي كام؟ 70. يبقى لو قفلته ربح الشركه يقل بكام؟ 30. اختاروا لي اجابه بي 30,000 ايه؟ لور. واعمل لك السوليوشن فوق. صعب الكلام؟ نسرع شويه. السؤال الايه؟ الثاني. بيفر كومباني ا مالتي برودكت فيرم، شركه عندها كذا سيكشن، بتنتج 5000 يونت اوف برودكت اكس ايتش يير. ايتش يونت اوف برودكت اكس بيتباع بكام؟ 8. وعنده كونتريبيوشن مارجن كام؟ 5. ثواني. يبقى انا بنتج 5000 يونت، ردوا عليا. الوحدة عندها سي ام بير يونت كام دولار؟ 5. كام؟ if product x is a dropped 18,000 جنيه من الفيكسد اوفر هيد will be a eliminated. يعني لو قفلناه نوفر كام؟ 18. as a result of dropping x a company's overall income هيحصل له ايه؟ في السوليوشن عندكم تحت في 88 لانه مش عارف ايه متلخبطه كده شايفينها، خليها 18 عشان دي ايه؟ غلطه. يعني هي المفروض 18 بس الطباعه فيها حاجه. شايفها ولا لا؟ قولوا لي يا اولاد. يلا انجزوا بقى. لو قفلته اخسر ايه؟ لا اسمع، كام وحده اهو؟ 5000 في كام؟ 5. يبقى اخسر كام يا حبايبي؟ 25. اوفر كام؟ 18. يبقى لو قفلته الشركه تخسر كام؟ اقفله ولا سيبه؟ لان لو قفلته الانكم يقل بكام؟ ب7. اختاروا لي اجابه سي. صعب الكلام؟ السؤال رقم كام؟ ها؟ ياخدنا على كيس كام؟ 3. يلا حبايبي. The management of Foro Corporation is considering dropping product LO7E. ناويين يقفلوا الخط ده. Data from the company's accounting system appear below. Sales. بعد كده في variable ايه؟ cost. اقرا. بعد كده في fixed manufacturing و fixed ايه؟ selling. ثانية واحدة. دكتور معلش، هو اللي قبليها كانت decreasing. 25 25 خسارة. و 18 توفير. الفرق كام؟ 7. ها؟ معايا؟ يلا. قولوا لي يا اولاد، يلا ما انتهوش، انا قربت اخلص. بصوا لي كده على الشركة اللي في 3، سيلز كام؟ ها؟ 830، فاريبل كوست كام؟ 365، وبعدين بديك فيكسد مانيفاكتشرنج وفيكسد ايه؟ سيلينج. In the company's accounting system, all fixed expenses of the company are fully allocated to product. ثانية واحدة. يعني هو بيقول لك إن التكاليف الثابتة كلها بتتوزع على مين؟ على المنتجات. يعني هو بيقول لك في الأساس إن كلها إيه؟ كومن. استنى بس. Further investigation، ركز عشان الكلام ده خطير. عملوا تحليلات قالت إن في 186,000 من الفيكسد مانيفاكتشرنج و 106 من الفيكسد سيلينج ار ايه؟ افويد. قولوا لي يعني ايه؟ لا 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 استنى، مش الحته دي مهمه قوي. بصوا لي على الفيكسد مانيفاكتشرنج، شايفينها؟ هي كلها بكام؟ 291. حد معترض؟ هو قال لك ايه بقى؟ ان في 186 منها avoidable، يعني هيتوفر. في الامتحان ممكن يلعب معاك لعبه قذره قوي. هي كلها بكام؟ 291. بدل ما يقول لك 186 هيتوفروا
يقول لك في 105 will not be eliminated. افهم. انت عايز اللي ايه اللي هيتوفر؟ اسمع، يعني انا لو قسمت لك دول كده، رد عليا بقى، مجموعهم كام؟ 291. انا عايز اللي will be avoided ولا will not be avoided؟ انا عايز اللي avoided. انا عايز اللي ايه التريك؟ انا عايز اللي ايه هيتوفره في الامتحان ده. هو هنا سالك ليه؟ قال لك اللي هيتوفره 186. لا بس هو في الامتحان ممكن ما يعملش كده، ممكن يقول لك ايه؟ شايف ال 291 دول؟ 105 منهم will not be eliminated. يعني ايه will not be eliminated؟ يعني مالهم؟ مش هيتوفروا. اقول له طيب ما هو لو 105 مش هيتوفروا يبقى اللي هيتوفروا بقيتهم اللي هم كام؟ 186. فاهمين هنفكر ازاي معاك ولا لا؟ يبقى انا اهم حاجه اقرا كده. هو بيقول لك ايه؟ 186 من fixed manufacturing و106 من fixed selling are ايه؟ avoid. اكتب لي جنبها بالعربي. ممكن في الامتحان يديني ال unavoided. معايا ولا لا؟ يعني ما يدكش الرقم صريح كده، يديك ال un ايه؟ avoided. قول لي هو انت عايز ال unavoided ولا ال uneliminated ولا عايز ال avoided؟ avoided. فهو بيقول لك احنا هنوفر 186 و106. معايا ولا لا؟ يعني اللي هيتوفروا كلهم 292. كام اللي هيتوفروا؟ 292. قول لي بقى what would be the effect على income الشركه لو قفلنا الخط؟ يلا بينا. قولي lost CM جه منين؟ سيلز ماينس فاريبل كوست. برافو عليك. يبقى الوحش 465,000 والحلو 292. يبقى لو قفلناه الشركه تخسر كام؟ 173 زياده. فاهمين ولا لا؟ يبقى انا اسيبه ولا اقفله؟ اسيبه. اسيبه ليه؟ لو قفلته اخسر كام؟ 456. اوفر كام؟ 292. يبقى لو قفلته هضيع كام؟ 173. يبقى انا اقفله ولا اسيبه؟ اسيبه. ليه؟ لان اغلاقه يقلل الانكم بكام؟ 173. السؤال اللي بعده، استدي دراسه. يلا. A study has been conducted to determine if product A should be dropped. ثانية واحدة. يبقى بيعملوا دراسة عشان يغلقوا أنهي خط إنتاج A. سيلز المنتج كام؟ 200. فاريبل كوست كام؟ 140. قولي لي يا بنتي. 60. أيوه بص خلص بقى، يبقى اللوست سي إم بكام؟ 60. يبقى ده الحلو ولا الوحش؟ وحش. Fixed expense charged to the product 90,000. ركز تاني. The company estimate ان 40,000 منهم will continue. عارف يعني ايه؟ هم ب 90 منهم 40 كده كده مكملين، يبقى اللي هيتوفروا كام؟ 50. برافو عليك. انا عايز اللي ايه؟ هيتوفر كام؟ These data indicate لو قفلنا برودكت ايه ربح الشركه هيحصل له ايه؟ ديكريس بكام؟ ب 10. قول لي ليه؟ لو ايه؟ قفلت اخسر كام؟ 60. هو احنا ليه ما حطيناش 40 مع 90؟ لا طبعا، هو انا رقم الفيكسد كوست كله، هو انا مش هخسر الفيكسد كوست، انا عايز اللي هيتوفر منها. هيتوفر اللي هو كام؟ 50؟ انا مالي بال 40؟ ها قولوا لي يا اولاد، انا دلوقتي هضيع كام؟ 60. هوفر كام؟ 50. يبقى لو قفلت اضيع كام؟ 10. اجابه كام؟ سي. فيها مشكله؟ اخر سؤال، كوست ويتش كان بي اليمينيتد ان هول اور ان بارت. التكلفه اللي ممكن نوفرها كلها او جزء منها لو قفلنا سيجمنت اسمها ايه؟ افويدبل. ايه كده؟ احنا خلصنا اول ديسيجن. فيها مشكله؟ والله الحصه الجايه وارد ناخد اتنين مع بعض، وارد ناخد واحد على حسب المواعيد انا منزلها. يلا بينا.